نسر انتمي وجه وموهبه مغربيتين مشرفين بنا خارج حدود المغرب. اكيد سميره هي في الولايات المتحده تبارك الله شرفات بالمغرب وبالصوره ديال المغرب وبفتيات المغربيات حاضره معنا كيف ما قلتي نسرين التومي لاول مره في الصباحيه الدوزه. مرحبا بك لاله نسرين. بارك الله نهار كبير هذا ونهار كبير عندي حتى انا وشكرا بزاف على الاستضافه. نزيدوا نقربوك اكثر للمشاهدين باش عندنا الاخت ديال محمد رضا اكزاكتو الفنان ديالنا الشباب كاين شويه ديال الشباب الناس غادي يقولوا هاد البنوته كنعرفوها كاين واحد دونك تبارك الله عليك انت كيف ما قلت في بدايه ديال الحلقه حصلت على لقب ملكه جمال الولايات المتحده في للمواهب العربيه سنه 2013 وكانت مشاركات اخرى في التمثيل خارج المغرب وداخل المغرب لكن ما معروفاش بزاف داخل المغرب وما كنشوفوكش في الشاشه بزاف. هادشي غادي نعرفوه بالتفاصيل اليوم ان شاء الله معاك نسرين. كي دايره ماماك بعدا؟ لاباس عليها الحمد لله. الحمد لله. الوغ مؤخرا كنسمعوا عليك نسرين بزاف في المغرب في هذه الايام هذه سمعنا على نسرين التومي على الحضور ديالك في المهرجان كذلك اللي كنتي متالقه فيه فاحنا قبل ما نهضروا على كيفاش بديتي في عالم التمثيل كيفاش جا التمثيل واش جا يعني المشاركات ديالك في لقب ديال ملكه الجمال هو الاول ولا حتى يعني بديتي في هذا المشوار عاد جيت رجعتي للتمثيل؟ انا بديت لو تياتر فاش كنت في ليكول ديجا كنت عندي هوايه ديال التمثيل تندير المسرح اشاك فوا اشاك سامدي في المدرسه ديالي كنا تنديرو اكزاكتومون في مراكش وكنا تنديرو مسرحيات في الاخر ديال السنه ومن تما بانت الموهبه ديالي وواحد لو غيزاتور سميتو كمال بلغمي كان قال لي ما بغيتيش ديري شي كاستينغ ما تعرفيت يعجبك السينما اوسي لو تياتر لو سينما بجوجهم مزيانين قلت له يا با دو سوسي ندير ان كاستينغ. J'avais 15 ans et j'ai fait le premier rôle à un court-métrage, c'est au Murmure de la Fontaine. Fait que dit Anna quand j'avais 15 ans. Waouh. J'avais le premier rôle à 15 ans en plus. اذا واش دخلتي قريتي من بعد التمثيل من بعد هذا التشجيع هذا واش دخلتي قريتي؟ أخي التشجيع هذا كنت خدمت مع عبد الله فركوس درت اون سيري تاع فركوس وفركوسه اللي هو كوميدي. كنتي لعبه الدور ديال اسماء اسماء فوالا لا ذا بيست فريند ديال الرول برينسيبال و ابخي فاش مشيت شديت الباك ديالي مشيت قريت في لندن درت انترناشونال بزنس مانجمنت وكنت ديما تمشي تندير دي كور سوبليمونتير في لو تياتر باسكو انا جادوري لو تياتر واللي من بعد مشيت وقريت على حق وطرقو في لوس انجلوس مشيت قريت التياتر لمدة عامين جي في باربيزون هوليوود قريت تما والحمد لله خديت دور في دو بيس تياترال في هوليوود لمدة سنتين بقيت ندير تياتر تما برودواي. الوغ من بعد شاركتي في مجموعه ديال الاعمال المغربيه نقولوا مع الاذاعه مع الاولى تقريبا ياك شاركتي في عملك اكزاكتومون فاش رجعت شو اونتخي او ماروك واحد ان هكا وتعرفت على المخرج علي مجبود خدمت معاه لو تيلي فيلم نون نسوا سيتي انتيريسون كان عندي لو رول ديال حنان وابخي جاتني لوبورتونيتي ديال سمرقند اللي هو المسلسل الضخم اللي داز في رمضان مع اللي شاركوا فيه يعني واحد مجموعه ديال النجوم من العالم العربي وانتينا كنتي يعني احكي لنا على هذه المشاركه ديالك انتينا وعلى الدور ديالك في هذه السلسله هذه. الدور ديالي كان الدور ديال هند هو سمرقند فيلم قديم وتاريخي تهضر على الحروب اللي طرات افون على الباور ديال لي فام اللي كانوا ديك الساعه وانا كان شراني باسكو جيتي جاريه شراني الملك ديال سمرقند الولي عهد سمرقند اللي هو احمد خان باش يخرجوا من الاكتئاب ديالو كان عايش واحد لا روتين والمشاكل ديال الكينغدوم ودخلني القصر وانا وليت بحال جاسوسه في القصر و او ميم طون بحال استحوذت عليه وكان عندك واحد الدور مهم ومميز اكزاكتومون كنت نتدخل في الشؤون ديال الحكم في سمرقند ودرت المشاكل المهم نخليكم تكتشفوا الكيد ديال النساء اكزاكتومون ومن هنا جات يعني عروض اخرى انا عرفت بانك يعني كانت عندك طلبات عروض اكثر خارج المغرب علاش نسرين؟ حيت بوتيتر باسكو كنت في لوس انجلوس كنت ندير تياترو برودواي كنت نتلاقى بزاف اكثريه مع الناس
اللي من الخليج هما اللي تيهضروا معايا وما تيقول لي راني انتريسي باش تخدمي معانا ايتو. مي فاش دخلت المغرب الحمد لله دابا الناس بشويه بشويه تعرفوا عليا وعلى الاعمال ديالي وان شاء الله تكون دوت اوبورتونيتي ان شاء الله. كان واحد العمل مع طارق البخاري سمعت به اكزاكتومون هو تاع نون النسوه نون النسوه كان مع تيليلا وطارق البخاري سي كوميدي اوسي. تبارك الله عليك. انا عرفت بانك مثلتي المغرب كما قلت حصلتي على لقب ملكه الجمال للمواهب العربيه يعني ومثلتي في دوت بي يعني المغرب. شنو هما الالقاب اللي حصلتي عليها نسرين؟ حصلت على 5 ديال الالقاب. بديت فاش كانت عندي 16 خديت ميس مراكش ابري درت مشيت للندر هي فاش خديت ميس كيرف كيرف ميس كيرف يعني فور لي فام كي سون كيرفي. Voilà, c'est pas top model, c'est pas les gens qui sont skinny, mais vraiment voilà, curvy. Un peu ronde. Un peu ronde. Enveloppée. Exactement. Alors, j'ai dit Miss Curve 2011, j'ai dit Battle of the Runway UK 2012, et j'ai dit Miss Arab London UK. تهدي كنت توجت فيها جيتي دوفين لا بروميير دوفين وعاد في الميريكان هي اخر حاجه درت هي ميس اغاب يو اس اي تالون اللي خديتها بالمواهب ديالي اللي هو المسرح والديزاين. شتي حلقا وخلقا. تبارك الله عليك نسرين. عرفت بان 2017 ان شاء الله عندك مجموعه ديال العروض بالمغرب ياك ولا لا؟ فما تبخليش علينا قولي لنا شنو هي هذه العروض هذه واش وقعتي عليها ولا لا ولا مازال؟ وشكون هما هاد المخرجين اللي انتينا ناوية تعاملي معهم ان شاء الله في هذه السنه؟ ان شاء الله كاينه شي حاجه تكون في مصر ديجا في جيبت ديجا تكرمت من الفضائيه المصريه كاحسن وجه صاعد و سيتي ان تريس بون. برافو برافو تبارك الله. ومن بعد جو كرو كو غيكونوا شي حاجات هنا في المغرب مي باقي ما سنيت حتى حاجه دونك جو بو با فوالا ليلى الله يكمل عليك بالخير الله يكمل عليك بالخير. انا تنفرح فاش نشوف مغربيات بحال هكا ما شاء الله اللي تيشرفوا بنا فين ما مشاو قرايه وجمال وحضور ما شاء الله واداب واخلاق ما شاء الله توفيق ان شاء الله. انت كنت عارفه بانك استقريتي في الولايات المتحده دابا في مراكش ولا دابا صافي رجعت لمراكش المغرب ساليت الدراسه ديالي والتياتر ورجعت للمغرب. تبارك الله عليك نسرين تشرفنا كثير بالحضور ديالك اليوم وان شاء الله نلقاوك في اعمال اخرى ان شاء الله. شكرا. غدا غادي يكون معنا ضيف او ضيفه اخرى ان شاء الله فقره نجوم ونجوم غادي نتكلموا على لا موتارد مع السي نبيل عياشي موتارد اللي غادي يصوب لنا بها دي صوص الشاف الهادي. غادي نتكلموا في فقره قانونيه على حمايه الاطفال من الاعتداءات الجنسيه. الكل والمزيد في صباحيه دزام. نهاركم مبروك.